هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاكي، بعدين معاكي. في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، علي قالوا ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، حاجة صفصف. تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحالة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. نفسي اتقطع يا صفصف، نفسي اتقطع، مش قادر أجري. اجري 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 يا حاتم بسرعة، اجري، لو لحقونا هنموت. مش قادر اجري خطوه واحده. اجري انت يا صفصف وانجي بنفسك، انت سيبيني انا هنا. لا مستحيل مستحيل يا حاتم، مستحيل اسيبك هنا المجرمين دول، مستحيل ابيعك. اصيله اصيله يا صفصف، والله لازم متفكريني بام الله يرحمها. امك الله. ايوه كانت بتعمل كده مع ابويا في كل حال. مش وقته، مش وقته يا حاتم. وطي صوتك، وطي صوتك، وتعالى نستخبى ورا الحيطه دي. ايوه صح. اقعد 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 معايا على الارض هنا. ايوه بقول لك يا صفصف، تفتكري شافونا؟ لا لا مش متاكده يعني، بس حتى لو شافونا يا اخي لازم نهرب منهم. استنى يا حاتم استنى، هم جايين هناك اهو. اسكتي اسكتي، اكتم نفسك انت يا حاتم، اكتم نفسك. انا خايفه يا صفصف، احميني الله يخليك. انا حاسس ان اجروا الحاجه شافونا المجرمين دول. الحمد لله مشوا وما شافوناش. الحمد لله انهم مشوا، انا لو كنت لمحتهم. يلا يلا مش مهم، نطلع بقى من المكان دلوقتي. يلا ونروح. يلا بينا بسرعه. رايحين على فين يا حلوين؟ ها كده برضو عايزين تهربوا من حبايبكم من هاني ولاء؟ عندك حق يا ولاء، محدش يهرب من اغلس اتنين، هاني وولاء. نعملها طلع على شونا صفصف، برضو شافونا ومسكونا. اول ما شفناكم من بعيد قلت الولاء يا ولاء يا حياتي، حاتم صديقي هناك اهو. قلت له لا يا هاني، دي صفصف صديقتي. اصريت اصريت وقلت ده حاتم، حاتم فعلا ده حاتم. وانا دماغي تربست قلت دي صفصف. ترى يا جماعه، هو انتوا هتتعزوا على بعض؟ هو حظنا الوحش ده اللي خلاكم تشوفونا. حاتم يا صديق عمري، انا جاي اعرض عليك الشراكه، نتشارك. شارك ايه؟ اشاركك فيها بني ادم انت في مشاريعك التافهه الفاشله. طب ايه رايكم المره دي بقى ان انتم اللي تختاروا البروجكت المشروع يعني؟ انتي متاكده يا ولاء؟ متاكده ان احنا اللي هنختار البروجكت؟ اوف كورس، واي نوت بروجكت. ايوه بالظبط، اي جو تو سكول باي باص. باي باص ايه ده، انت لو رحت برجليك يبقى كويس. بقول لك يا صفصف، نعم. انت مال عينيكي لمعت كده، انت صدقتيهم ولا ايه؟ اوعي تنسي دول هاني ولا. ما انا فاهمه، بس تعالى احنا ايه نجربهم المره دي يا حاتم، علشان خاطر يا حاتم. ميرسي
ميرسي صفصف هانم، شكرا لزويك يا فاتم. ايوه يا حتوم، علشان خاطري يا حتوم. انا شخصيا عندي مشروع مهم جدا ومحتاجه كل بيت في مصر، مشروع ضروري لمرحلة مهمة في الحياة، مرحلة ما قبل الميلاد. ما قبل الميلاد؟ الله، هنتجر في الأسعار. أسعار؟ أسعار إيه؟ أسعار إيه أنت كمان؟ المشروع اللي بفكر فيه هو جيم. فانتاستيكا فانتاستيكا. حلوة قوي، بس المهم ننوع فيه، نعمل جيم حادي وجيم حلو، جيم محشي وجيم سادة. محشي. وممكن نعمل سندوتشات جيم كمان. بس نكتر عليها السلطة. صفصف دي فكرة جيم أكل. أيوة. ولا ليه كده يا ولا؟ دايما فضحاني يا ولا. الجيم يا لولو يا حياتي مش أكل، ده لبس. ما شاء الله، سكت ظهرا ونطق كفرا. الجيم يا أستاذ لا أكل ولا لبس، الجيم يعني صالة ألعاب رياضية. جيم يا صفصف انت كمان، ايه البلد مليانة صالات جيم. الجيم بتاعي مختلف خالص يا حاتم. مختلف ازاي يعني؟ بيطلع عضلات في القفا مثلا؟ الجيم بتاعي للستات الحوامل. فكرة بلدي قوي يا صفصف. بلدي يا استاذ؟ اوف كورس اوف كورس. ايه انت، انا بلدي يا حاتم. على اخر الزمن هشتغل داية. الداية ده ايه يا هاني؟ خليك اوبن مايند، جيم للحوامل يعني مستشفى للولادة. اوبن مايند، جيم للسيدات الحوامل وبس. التمرينات الرياضية البسيطة مهمة، مهمة جدا للست في فترة الحمل، خصوصا ان في تمرينات رياضية معينة مخصصة بس للحوامل. التمرينات الرياضية البسيطة مهمة جدا للست الحامل في فترة الحمل بتاعها، خصوصا ان في تمرينات رياضية معينة مخصصة بس للحوامل. التمرينات دي بتساعد على تقوية عضلات الست المسؤولة اثناء الولادة. فكرة هايلة والله، فكرة هايلة صفصف ومربحة جدا. بصراحة يعني احنا ما عندناش صالات جيم كتير خاصة بالستات الحوامل. فعلا. معك يا حاتم. الست تيجي من هنا وترفع هوب يمين يا بني، هوب شمال يا بني، في الشهر في الشهر التاسع. اسكت يا واد اسكت. مشروع مربح. ايه رايك يا لولو في المشروع ده يا بني؟ فانتاستيكا فانتاستيكا خالص، مع اني مش فاهمة البروشكت قوي، بس فانتاستيك قوي. اوكي خلاص انا موافق، مدام فيها رياضة انا موافق، بس هنقدر بالمشروع ده نلعب في الدوري. دوري يا هاني؟ انا عارفة ايه الدوري ده. دوري يا هاني، الدوري خلص والاهلي خده، واحنا هنعمل فريق كورة. شور شور يا حتومة، فريق للحوامل ونلعب في الدوري الممتاز. يا مثبت العقل يا رب. الظاهر يا اخويا ان دماغ صاحبك ده ومراته فانتاستيكا فانتاستيكا قوي. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو الصوم. انا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، ده انت لفتي الانظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش صار. انا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخل الجيبك يا حلو، انا ناقص لي حاجات. شخل الجيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخل الجيبك يا حلو، انا ناقص لي حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، وقتنا ما صفصف حاجة تانية، وقتنا ما صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف احمد الأصلي،
إخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.